وصل صوتك. محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس، مرحبا بك سي محسن. أهلا وسهلا سي بكر. أهلا وسهلا. نحب نبدأ بالأكتواليتي اللي هي واللي نكرر فيها توا يوميا، ممكن التوانسة يقول واي زينة من الموضوع هذا، أما هو موضوع يمكن بالأهمية، أهمية بمعنى الخطورة، وموضوع بيتروفاك شركة البترولية. كان نجم يكون اسمها حاجة أخرى مش بيتروفاك، معناها هي هو مستثمر أجنبي في تونس منذ 2006 إلى اليوم، والعقد متاعه مفروض أن يتواصل إلى 2025. أعلن خروجه البارح رسميا، لأن الحكومة أعلنت أنه المستثمر هذا قرر مغادرة تونس في ظرف قاهر. سيادتك تقول أنه المشكلة هذه نورمال راهي تحلت، وراهي تحلت من الحكومة السابقة، وراهو الحكومة السابقة ما حلتهاش، والحكومة هذه ما نجمش تحلها حتىش التوى، وراهو المفروض أنه الناس كل جندت باش تحلها المشكلة هذه متاع بيتروفاك، وكيف كيف مشكلة قفصة. سمعتك البارح في الحوار التونسي تقول راهو واحد كان قوموا الصباح نقولوا بيتروفاك فوسفات قفصة، ونرقدوا في الليل في تصريحاتنا نقولوا بيتروفاك فوسفات قفصة. خلينا نبدا بالواجب نتاعك من توما كسياسيين، وانت كنت تحكم سي محسن مرزوق، لان المشكله هذه بدات وانت ما زلت موجود على الاقل على ضفه الحكم، وما حلتش المشكله. لا المعارضه تكلمت، لا الاحزاب اللي مسانده الحكومه لقات حل، لا الحكومه لقات حل، لا مجلس النواب لقى حل، لا اتحاد شغل لقى حل. لهالدرجه المشكله مستعصيه، والا نحن ما نحبوش نلقاو الحل وقت اللي يلزمنا نلقاو الحل. مشكله فينا، المشكله فينا فعلا. يعني المفروض احنا كنا نمكن نلقاو الحل، لانه هو شنو الموضوع؟ هو فيه ثلاثه مستويات. المستوى الاول الذي الشركه حابه تعطي مليون دينار الناس عندهم شهاد عليا والى اخره، وبعد كده صارت مشكله في اليه الدفع وفي اليه المنتفعين، وكما شهداء الثوره ما عرفناهمش لتو شكون، حتى تو مازلنا نثبتوا فيهم قداش من واحد وقداش من غيره، ما عرفناش المنتفعين، والاليه نتاع الانتفاع كانت فيها مشكله. هذا كان موضوع يجب يتحل من الاول، إذا كان احنا كنا ماشيين في الشفافية وبعدنا عن المواضيع هذه متاع غياب الشفافية اللي فيها فساد، ظهر أنه كان ثم فساد في استعمال الأموال هذه، ما ثم حتى شك. الموضوع الثاني هو موضوع يتعلق بتطبيق القانون. إيش معناها ثم جزء من التراب التونسي أي إن كان لا يطبق فيه القانون، لا ترفع فيه علامة الدولة التونسية؟ إيش معناها مش مرفوعة فيه علامة الدولة التونسية؟ يعني أنت مثلا تو بلاصة، مثلا سمحني تو تعرف المشكلة متاع مراكز الأمن في قرقنة اللي هي مسكرة عند مدة مرفوع فيها العلم التونسي. إيه لا سمحني، عرف العلم التونسي رو مش منها واحدة متاع قماش، فهم الجيش موجود غادي لكن ثم زاد عليهم أخرين، زاد مرفوعة متاع حزب معناها يرفع فيهم على بعض الأماكن، معناها متاع حزب التحرير. إيه نعم، يعني هذه موضوع ما ثمش سلطة الدولة فيه، وجات معناها صارت عملية استعراضية عملية الحكومة اللي فاتت ما كانت غالطة، لأنه مش هكذا تصير الأمور، وفي الأخير معناها قعدنا في نفس الوضع. ثم موضوع تطبيق القانون، تطبيق القانون في كل مكان، مش هنا، مش كان في قرقنة، بركنا وقرقنا الأغلبية الساحقة من الأهالي متاعها، قرقنا راهي جزيرة حشال وجزيرة معناها عاشور والى اخره، ووطنيين الناس وعطاو احسن الناس للإدارة التونسية. الأغلبية الساحقة من الأهالي متاعها ضد اللي قاعد حاصل. المفروض كان نمشيو للأهالي نشوفوا منهم شكون هما اللي يمثلوهم، ونعزلوا الفئة الضالة اللي هي معناها يعني الناس يعرفوها بالاسامي وقاعدة تحرك في الأمور. المستوى الثالث هو المستوى المنظمات الاجتماعية، قاعدة موجودة ثميكة، ولا الأطراف اللي هي متدخلة بطريقة أو بأخرى، صورة الجهوية المفروض أن هي تبقى القانون. قاعدة نتفرج على المسألة هذه وهي تتراكم 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 إلى نهاية أن احنا وصلنا للكارثة اللي احنا قاعدة موجودة فيها. نعتبرها كارثة. علاش كارثة؟ لأنه الآن وإحنا قاعدين نحضروا في مؤتمر الاستثمار، شنو هي الرسالة اللي عملناها؟ وثم الحكومة اللي احنا متمسمين فيها الخير، مش باهي انه قبل ما توفى الشهر نتاعها الاول، زاد احد الرسائل اللي تخرج انه نسكروا معناها تغادرنا مؤسسة استثمارية كبرى. عندي سؤال اخر سي محسن مرزوق، انت مساند للحكومة؟ نحن وسندناها في البرلمان، نعم. صوتوا لها؟ نعم. مفروض تدعموها زاد، انت ولد صفاقس. سمحني وقعدنا وكيش تبدأوا فيها معناها الحكومة بالأفكار بالتنبيه من الأفكار هذه. أنا قلت تكلمت على قرقنا من قبل ما تسكر بيتروفاك أكثر من مرة، ومش قرقنا برك. أنا أقول لكم أنه ثم في جهات أخرى في تونس إذا ما نعملوش عليها الاهتمام المناسب والاهتمام الكافي راهي مش تصير فيها مشاكل. أنا أخيرا كنت في مثلا بورت الشابة مع البحر، ونقول لك أنه في وضعية بورت الشابة وضعية الصيد الساحلي ثم أزمة كبيرة يمكن تتطور. اخيرا ورغم مشيت غاديكا كلمنا السيد وزير الفلاحه وسي سمير الطيب، وقلنا له بالله اهتم فيسع بالموضوع هذا، راهو ما تخليوش الامور على مستوى الصوره الجهويه برك، خاطر الصوره الجهويه وحدها
راهي مشكلة السلطة الجهوية بشكل عام، يعني ثم مشاكل في تطبيق القانون على مستوى الجهوي، يلزم حلول ذات طابع استثنائي تتم على مستوى رئاسة الحكومة باش ندعم السلطة الجهوية الفاعلة وباش ننتبه للسلطة الجهوية الماشي فاعلة. باه بقى معي سي محسن مرزوق، وكان تحب تسأل ولا ما تسألش انت حر. باش نمشي للقرقنة، المنسق الجهوي لاتحاد أصحاب شهادات معطيين العمل ناطق باسم مجموعة المعتصمين أحمد السويسي. مرحبا سي أحمد. مرحبا بيك ونشكركم أنا أخيرا على الاستضافة. لا وانتوا عندكم ممثل في ميدي شو دوك ما تستحقوش باش تدخلوا معنا، معنا عندكم هيثم مكي مالي كل مهنيكم أموركم رجلة. مرحبا سي أحمد. احنا ثقة في معنا قرقنتنا وقت اللي جد الجد نلقاهم ديما واقفين البلاد. تلقاو التوانسه الكل وقت اللي جد الجد سي احمد السويسي، وقت اللي جد الجد تلقاو التوانسه الكل في قرقنا للاسف، تلقاو التوانسه الكل وقت اللي جد الجد سي احمد السويسي. دونك المفاوضات معاكم اللي انتم تعتبروا انها ما بداتش اصلا، انا ما تفاوضوش معاكم، فما تسمع فيا؟ نسمع. شكون تفاوضوا معاكم ولا قلناش ما بداتش المفاوضات معنا؟ معناها المفاوضات معمرها ما انقطعت، بما في ذلك حتى معناها وقت اللي خيرت الحكومة انتهاج الحل الأمني معناها وهبطت التعزيزات المهولة لقرقنا، فإنه جوست بعد ما انتهت المعركة الميدانية رانا رجعنا للتفاوض. فماش معناها تقريبا انقطاع، ما فماش حاجة فيها انقطاع متاع التفاوض أبار هكا الريبتور اللي صارت 12 يوم متاع التدخل الأمني. انتم ممثلين لل 266 اللي كانت تشغل فيهم في وظائف متعدة في الإدارات وكذا والعمومية اللي كانت تخلص فيهم شركة بتروفاك، هكا ولا هي منظومة معناها انتم ممثلين اي انتم ممثلين ال 266 هذول معطلين على العمل، منسق اتحاد اصحاب شهادات معطلين على العمل، وفي قرقنا معناها عندنا منظومة العمل بي اللي يخدموا فيها 266 ومن المجلس الجهوي للولايه مقابل معناها عملهم في الادارات العموميه، والمجلس الجهوي للولايه تجيه لي بون هذوما من زوز شركات بتروليه في قرقنا بعنوان مساهمتهم في التشغيل والتنميه. انت معناها ماكش من 266؟ انا من 266، لكن معناها نحكي لك على صفتي النقديه هي منسق اتحاد اصحاب شهادات معطينا على من. واضح. انتم قداش من واحد المعتصمين؟ العاملين بمنظومة العمل بي، معناها هذا يراه قبل قدوم التعزيزات الأمنية. لا بعد قدوم. لا نحكيه على اعتصام قدام معناها شريك بتروفاك قبيل قدوم التعزيزات الأمنية. بعد انسحاب التعزيزات الأمنية ما عندناش اعتصام في قرقنا، عندنا حياة معناها تقريبا طبيعية، ما فماش معناها مظاهر متاع اعتصام وإلا متاع تجمهر، اللي هو فما حياة طبيعية، فما معناها مفاوضات سواء على الطاولة أو معناها أترافير ليزانترميديار وإحنا بالتليفون، هذا معناها اللي موجود، لكن ما فماش ريال مو معناها اعتصام قائم الذات موجود توا منذ 19. ما مدى صحة أنه المتفاوضين هما يمثلوا جهات سياسية؟ جبهة شعبية، نداء تونس، حزب التحرير، هذا كله كلام تقال على المفاوضين باسم أو المتفاوضين باسم المعتصمين. أنا هذا فيه الرد عليه يمكن ثم زوز جوانب على الأقل. معناها الجانب الأول هو التصريحات هذه ما هيش جديد، هذه حتى معناها رئيس الحكومة السابق بعد معناها انسحاب التعزيزات احكيها على أنه ثم أحزاب سياسية بالبينة وبالملفات وبالتقارير معناها مورطة في التحريض على العنف والإكسترا، ومعناها الناس طلبت منه أنه يتوجه للقضاء. أنا هو البروبليم، ماك عندك ملفات برا وأنا أعرضها للقضاء وخلي القضاء يفض أموره فيها، إذا ثم أحزاب في تونس معناها تحرض على العنف أو تمارسه فمعناها ثم قانون في البلاد ينجم في الأقصى ينجم يحل الأحزاب هذه، لكن أنا ما صرحت بشيء. والناس معناها تعرف في بالي في كل أزمة اجتماعية نسمعها الشماعة هذه متاع أنه أطراف سياسية وراء ما نعرفش الأحداث إلكسترا، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني معناها المفاوضين اللي يحكيوا عليهم هما راهم ناس أصحاب شهادة عليا، يعني معناها حد ما ينجم يشكل في على الأقل معناها مقتدرات العلمية وكذا، ما احناش ناس دماء متحركة معناها أي واحد ينجم يمانيبيولينا، هذا واحد. اثنين نحن مختارين ومنتخبين من طرف معناها قاعدة متاع معطلين على العمل هي اللي اختارتنا باش نمثلوه، معناها القاعدة متاع المعطلين على العمل هذه اللي يجمعها اني معناها ناس اصحاب شهاده عليا معطله على العمل، هذا واحد.
اثنين بمختلف مش انتماءات. معاكم شكون من حزب التحرير ولا هذا؟ انا سؤال معناها ديما وسائل الاعلام تصر على طرحه. ما قاعد يطرح، خلنا نسمع منك، قل لي اي ولا نسمع منك. سي احمد السويسي، هذا موجود كان في وسائل الاعلام، معناها اتفضل بحذانا في فرقنا واهبط، معناها اقعد حد ما تحب في فرقنا وتشوف معناها قرقنا لعبات كيفاش تايه. معناها ما فماش الشيء هذايا، وكما قلت لك هي سماعه باش نهرب على الموضوع الرئيسي اللي هو مشكل اجتماعي ومشكل تنميه معناها بالاساس في الجزيره، ونقعد نحكي معناها على اطراف سياسيه وننسبوا معناها تهم لكذا وكذا. رام لقراقنا معناها ناس ارزان وناس مسؤولين وناس بعقولاتهم، وحتى حد ما ينجم معناها يحركهم والا يمانيبيوليهم والا معناها ياثر فيهم بطريقه او باخرى. تعتبروا خروج بتروفاك خساره؟ الحقيقه معناها نحن مش هذايا. لا جاوبني على سؤالي سي احمد السويسي، تعتبروا خساره ولا مش نجاوبك؟ معناها احنا بالنسبه لنا معناها هذايا حق نتاع انتاج موجود في ما في تونس وفي جزيره قرق. اللي من المفروض يصير هو انه هالثروه هذه في جانب منها معناها الدوله التونسيه ومعناها الشعب التونسي يكون متمتع بانسور بخيرات البلاد، هذا واحد. اثنين، معناها احنا الجدل مع شركه بتروفاك معناها علاش صار اليوم؟ احنا من افريل تقريبا انسحب التعزيز، باركنا الخطوه هذيك، اطلقوا سراح اولادنا، قلنا هذه خطوه ايجابيه والمطلوب انه نمشيوا عمليا معناها في الاجراءات التنمويه معناها الفعليه لاهالي جزيره قرق. قعد الملف هذا يا راقد من شهر ابريل الى تقريبا منتصف شهر ديسمبر. سي احمد السويسي، سي احمد السويسي، الحيثيات نعرفوهم الكل، راه تبعناهم الحيثيات ونعرفوهم. هل فما هل هي خساره ولا؟ جاوبني على سؤالي، خساره انها خرجت بتروفاك ولا في نظرك انت سي احمد السويسي خساره تونس؟ خساره تونس والله. معناها هذا معناها ديما الاجابه عليه تتمثل، لانه هاو في تقديرنا معناها الشركه هذه الناس في طرفنا معناها تحوم حولها شبهات نتاع فساد في معناها انتدابات، شبهات نتاع فساد في العقود اللي عملتها مع السوتروبان تاعها، في معناها البوليتيك اللي تستعمل فيها بوليتيك دو ترافاي تاعها في الجزيره. معناها من 2007 منذ انتصاب الشركه هذه في جزيره قرق راهو معناها خدمت برشا على اثاره الفتنه في الجزيره وعلى تقسيم اهالي جزيره قرق. الحاجه اللي وحدت اهالي جزيره قرق هي معناها افريل الفارط وقت اللي هي طرد بتروفاك، هذا اللي وحدت. لا قلت لك خلينا نكمل جمله، قلت لك وقت اللي الحكومه اختارت الحل الامني معناها لمواجهه المطالب الاجتماعيه هذه كفات وحدوا اهالي جزيره قرق وطح من جديد معناها للساحه المطالب التنمويه اللي كانت معناها منذ عقود راقده معناها لقراقنا عايشين بيان سور في قطاعهم تاع الصيد البحري ومعناها بذراعهم معناها عايشين، لكن من حقهم فيما اي جهه من الجهات معناها ان الدوله التونسيه تعطيهم معناها احمد السويسي يعني انت نطق باسم مجموعه المعتصمين. سؤالي الاخير تو، الاتفاق اللي قدموه لكم اللي هو تسوية وضعية الـ 266 على 3 سنوات بنسب معناها متفاوتة للي عندهم البكالوريا كذا واللي ما عندهمش بكالوريا أقل من البكالوريا كذا، و 2.5 مليون لشركة ومؤسسة تنموية في الجهة، و الدولة وأيضا بالنسبة للبتروفاك معناها يسقطوا الدعاوي اللي رافعينها بالناس اللي فيهم برقيات تفتيش وإيقاف في 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 قرقنا. هذا تقريبا مجمل الاتفاق اللي صار. شنو مشكلتكم فيه؟ مش هذا اللي كنتم طالبين باش الحكومة تطبقوا، اللي هو اتفاق سابق والحكومة تطبقوا في 2015؟ معناها ونجاوبك بعجالة بالنسبة للنقطة معناها مسألة الأمنية ومسألة القضايا، معناها هذيك مسألة محسومة، لأنه بالنسبة لنا هذه قضايا تم تلفيقها وتبركتها معناها على قياس الهواء نتاع معناها مسؤولين في وزارة الداخلية. يعني هذه حتى كي نتعداو لقدام رئيس محكمة رانا باش نخرجوا بعدم سماع الدعوة. هذاك لا، تخلي رئيس المحكمة هو اللي يقرر. هذاك معناها البريء، شو اسمه المتهم بريء. بالنسبة لي تسوية الوضعية، تسويه الوضع نحن اعتبرنا شيء هذا ايجابي وحاجه معناها مرضيه، لانه بعد 5 سنوات من العمل في الاداره معناها التونسيه اليوم على الاقل هذه فينا الفرصه بس ان امتياز الناس اللي قدمت خدمه للاداره في معناها ظروف نتاع عملها. دونك شيء مرحب به. ثم جزئيات ان نقوها وما فيهاش مشكل. باهي
النقطة اللي زوز ملين ونص الخلافية. النقطة الخلافية هي معناها في علاقة بمساهمة الشركات البترولية في التنمية في جزيرة قرم. زوز مليارات ونص. أي قلنا إنه الاتفاق هذايا ما فماش معناها البحارة اللي مثلوا 80% من جزيرة معناها من سكان جزيرة قرم اللي هما معناها الأهالي نتاع جزيرة قرم غير المطلوبين في معناها القرارات والإجراءات هذه. يعني اللي مطلوب من الحكومة إني تنقح وتعدل في الاتفاق هذا بما يتماشى معناها مع تطلعات الأهالي والبحارة نتاع الجزيرة. نحكيه على 2.7 مليار مساهمة الشركات اللي موجودة، راه ماهيش بتروفاك واحد، راه عندنا معناها زوج شركات، زوج شركات يعني أبروكسيميتي نتاع قرقنا، وعندنا زوج شركات أخرى ناشطة في معناها البحر نتاع قرق، وعندنا على الأقل شركة أخرى على أبواب البدء في معناها الاكسلواتاسيون. يعني 2.7 مليار ما تقترحه الحكومة بما فيه معناها اقتطاع تقريبا مليار ونص وجور نتاع العاملين بمنظومة العمل البيئي. يعني مش يقعد للكياس نتاع التنمية اللي احنا نعتبروها وإلا رؤيتنا ليلها هي القاطرة نتاع التنمية في قرقنا في غياب الدولة منذ عقود، واللي نأكدوه ان الدولة مش تعاود تغيب مجددا. هاي سكرت بيتروفاك باش تعديو للشركة اللي بعدها تسكروها. لحظة بالله خلينا نطرح لك في الأسئلة نتاع الناس. خليني ما وانا يلزمني نبلغ على الأقل تصورنا شنو الفندق التنمية. فندق التنمية هذايا هو اللي باش يعاون معناها في الانفراستركتور نتاع البلاد اللي راهي معناها الدولة غايبة كاريمو على المسألة هذه. اثنين مش يكون هو السند الرئيسي للبحارة الصغار في معناها تجديد الأسطول وتقنية معناها معدات الصيد البحري اللي ما نعرفش برشا ناس ما تعرفش راهو معدات الصيد البحري كيف نحبوا نحافظوا معناها على الصيد البحري التقليدي الاكسترا، راهي معدات الصيد البحري معناها غالية برشا. يعني ما تنجم البحار وضعيته الاجتماعية ما تسمحلوش باش يطور أنا في أسطوله في ظل الغلاء هذي والوضعية متاعه ما هو الشهار بشي نجم ياخذ قروض إلكسترا كيما معناها أي موظف في الدولة عنده تسهيلات بنكية. البحار معناها بالضرورة كيف تخليه بالوضعية هذي كمش يكون رهين لعدد من القشارة ولا ليزانترميديار اللي يقعدوا ديما رهنين ويقعدوا ديما السند الرئيسي هذي. والسند الثالي لحظة والنقطة الثالثة هما سند ليه معناها أصحاب المشاريع صغرى من الناس اللي تخمم انها تبعث مشاريع في جزيرة قرق. انا هذايا الكل دونك المبلغ صغير طلبته ب 10 مليون دينار سي احمد السويسي في السنه. بالنسبه للمبلغ احنا راه سبق وحكينا مع السيد وزير الشؤون الاجتماعيه في معناها جلسه وديه في الاخر معناها هو يرجع للجزيره وجلسنا مع بعضنا معناها وانها دردشنا نقول وحكينا على نسبه مئويه من مرابيح نتاع الشركات وقلنا انه الاكيد ثم مشكل وطني في حكايه النسب المئوية ولي كونتور وتحديد معناها المقدار الحقيقي للربح. قال نجم نمشيو في نسبة مئوية من الأرباح المعلنة معناها هذا حاجة باهي، لكن الوقت اللي معناها تبلور مشروع قالكم الوزيرة ما لقيناهوش في الاتفاق هذا معناها هذاك الإشكال المباشر. الصوم درجون هذيك معناها بالرسمي نون سيفيزونت وما تعكسش معناها لانفستيسمون اللي قاعد يصير في قرقنا. وحاجه اخرى راهو نحن كي نطالبوا بهذايا موش بمنطق هذه خيرات موجوده في جزيره قرق ما يلزمها تدر على قرق. نحن نعرفوا هذه خيرات نتاع معناها تونس الكل ومعناها بيان سور هي ترجع معناها للتونس الكل في شكل اجور كذا، لكن سامحني معناها قطاع النفط راهو يعطل معناها انفستيسمون في الصيد البحري وانفستيسمون في التوريزم الايكولوجي. فاذا اخترنا النهج هذايا فانه يلزمنا بالمقابل نوفروا معناها مواطن شغل اخرى لاهالي جزيره قرق. شكرا لك سي احمد السويسي منسق الجهه الاتحاد اصحاب شهاده معطيان العمل ونطق رسمي باسم مجموعه المعتصمين في قرق. بارك الله فيك سي محسن مرزوق. قالك يظلي فهمت تو المنطق نتاع تو المنطق هذا اللي كنا نسمعوا فيه. احنا نتصور التوانسه والسياسيين يلزم تو ديسكور نتاع حقيقه والديسكور معناها الخطاب نتاع الشعبويه اللي كان يستعمل في الاربع سنوات الفارطه الماضيه حان الوقت القطع معه. اذا كان ثم جانب يتحدث فيه الاخ على موضوع التنميه في جزيره قرقنا وهذا من حقه وهذا طبعا مطروح في كل جهات الجمهوريه مش في قرقنا، وأن يصير حوار حول موضوع التنمية في قرقنا كما غيرها هذا ما ثم الشك فيه. يبقى الآن الأساليب التي استعملت سكرتهم الشركات البترولية هذوم دونك توا حتى إذا كان ثم مورد نتاع رزق كان موجود سكر مورد الرزق. علما نحن نتحدثوا على آلية مش آلية تنموية، راهي آلية نتاع ناس قاعدين في إطار البيئة ولا شنية هذاك المنظومة نتاع البيئة وياخذوا فلوس، وبرشا منهم برشا يكون يخدموا وبرشا منهم ياخذوا فلوس فهم برشا ما يخدموش وما يخدموش معناها قاعد مبنك وبالطريقة التونسية ساعات قاعد وساعات يتكى وياخذ في الفلوس.
لذلك إذا كان نحكي على موضوع التنمية نحكي على موضوع العمل، وهي الحكاية غالطة من الأول، حالها ما يتعطاها حتى مليم حتى إن كان أي إن كان إلا إذا كان هو قاعد يخدم. توا خلينا نشوف نتيج. إذا كان مش نحكي على موضوع التنمية إذا ما تروح في كل مكان يبقى ثم زوج حوايج لازمنا نتخلاو عليه. منطق هذايا الجهوي ولا مش حتى جهوي، أقل من جهوي هذا ولا المحلي البحث. احنا بحر قرقنا واحنا جماعة قرقنا واحنا جماعة درشكونية، هذه لازم تنحوا عليه. قرقنا طلعوا منها زوج مناضلين وطنيين خدموا تونس الكل وفكروا في الوطن، عمرهم فكروا في قضية هذه الواحد، لازم نتخلاو عليه. هذا منطق مش به اللي سمعته وانا. الجانب عنده في حق ان يقول لك يجي احكيوا معنا وتحدثوا معنا. الجانب الثاني تاع خيراتنا موجودين هوني في بحر قرقنا، اذا فنحن يلزمنا عندنا فيهم حق بورسنتاج نسبه سامع. توا جماعه رادس عندهم وين نعملوا الضوء، توا يقولوا جماعه رادس نحبوا نسبه من الضوء اللي يمشي قرقنا، ومنين جاي الماء نوليو زاد ناخذوا فيها درجني وشركه النقل اللي تعمل لا دخل... لا لا تخلصونا في الماء اي، وحتى هي تولي خلصني في الماء وخلصني في الضوء وخلصني في كذا خلصني في كذا المدخل نتاع نتاع سونيد نتاع الماء ونتاع السونيد ونتاع الماء، واعطيني زاد النسبه في التلام نتاع الباب اللي قاعده ماشي وجاي. مشكله مش معقول هذه الكلام، هالمنطقه هذه مش معقول ومرفوض رفضا باتا. الموضوع يزم اذا عندك سياسي يقول في نفس الكلام هذا وسياسي كيف كيف راس الغنوش مشى القفصه قال من حقهم يغلب غلط الكلام هذا. اذا كان احنا مش نحكيوا في النسب، اذا كان مش نحكيوا في النسب هذه راهو موضوع ما يلزمش نلعب به. اول حاجه الوطن واحد ومشاكله واحده، وثاني ثالث شيء صحيح قلقنا فيها مشكل كبير، مشكلة ان هي في وقت من الاوقات كان ديما معزوله كان عندها مشاكل مشيت ثميك اللود معناها يروح كيروح 7-8 ما عادش ثم لود ما عادش ثم اتصالات ما عادش ثم غيره ثم مشاكل حقيقيه. ولكن المشاكل هذه هي مطروحه في الشابه في سير الساحل ومطروحه مشيت في قليبيه زاد البحار هم مطرحين نفس المشاكل، وفي كل طبعا الموالد تونس مطروحه المشكله هذه. المساله الثانيه اذا كان احنا ماشيين في التوريزم ايكولوجيك هذا شنو اللي يمنع ان ليزفستيسور يعملوا التوريزم ايكولوجيك؟ راهو مش الدوله تعمل معناها هذه نتاع قطاع خاص، باش تعملوا ضراب على بعض قطاع الخاص ويزمنا نعطيه صورة أخرى زاد الجزيرة باش يجي معنا الاستثمارات هذه. لذلك اللي حصل توا هاي سكرت يا سيدي معناها البقرة الحلوب اللي كانت تعطي في الميتين في المليون دينار في ال 266 واحد باش يصير توا كيفاش باش نحولوها الموضوع. ثم أنا ثي ما فهمتوش شنو العلاقة ما بين وجود الأمني للدولة في مراكز الشرطة. أنا آخر مرة مشيت القرقنة كانت الناس تشكي المراكز المسكرين وأنا تحرقوا وقت الثورة وما رجعوش. لذلك توا الموضوع هذا أن ندعو له خيان، وكنت اسمع فيه الأخ اللي يتكلم وظهر أنه معناها عنده منطق وظهر معناها عنده مستوى كما الأغلبية الساحقة من الناس المتخرجين سواء كان من جزيرة قرقنة ولا من غيره اللي نعرفهم مليح أنا معناها من محرس وذوما معناها يتسموه جيراننا، لكن ما نحبش نحول الموضوع إلى موضوع جهوي خطر من محرس وخطر من قرقنة وخطر من كذا وغيره. هذه قضية وطنية، تطبيق القانون أولا وأخيرا. عندك مطلب مهما كان شرعيا ما يلزمش يكون ضد القانون وضد وجود الدولة وضد وجود الأمن وضد مقتضياتها. ثانيا اي موضوع يطرح محليا عنده الحق يطرحه محليا، ولكنه ما يلزمش يطرح محليا وكانه ولينا مجموعه من الدويلات كل دوله واحده وكل عندها المنطقه نتاعها. المساله الرابعه هاي سكرت تو سيدي بتروفاكس مش تعمل تو سكرت فدين الناس الكل مش نلوجوا على بيئه اخرى من البيئات كل شيء مش ندوروا عليه مسكروهم البلايص الكل اللي ينجوا الثروه على خاطر كل بلاص احنا موجودين فيها اللي مشوا نهدوا عليها ونقول واحنا ساكنين هوني وما دامنا ساكنين هوني معناها بفعل الجغرافيا يعطيني معناها شيء من واحد شيء من الثروه اللي قاعده تنتج. هذا موضوع مغلوط. كان نهار فكرنا في نظام اللامركزية الجديد اللي في الدستور أن احنا نخليه كل جهة عندها نوع من الذاتية وتتصرف في الثروات المنتجة غديكة، هذاك موضوع آخر تو نصلوله ونصلوله على مستوى 5 سنوات 10 سنوات على خاطر فيه تعقيدات كبيرة. أما بالطريقة هذه القفص الفوسفات ما يمشيش، سكرنا بتروفاك سكرنا كذا في الأخر مش تولي الناس الكل قاعدة تلوج في اقتسام معناها الميزيرية. هذا يلزم الوقوف ضده وما يلزمناش الناس تشجعوهم كيف يبداو قاعدين. كيفاش خاطر الناس ما تقفش؟ انت كي تقرا بيان مثلا انت حد شغل مثلا المؤسسه معناها المنظمه الكبيره العتيده اللي سهلت المفاوضات الحقيقه ما فيها حتى نقطه من النقاط فيها ادانه لما حصل. انا ادين ما حصل لا نحكي لك معناها احنا اليوم كدورنا الوطني الناس كل انا ادين ما حصل وادعو جميع الاطراف في تونس راهو الآن نحن نرقص على حافة الهاوية. مثلا واحد يحكي مرة في بلاد قال كنا على حافة الهاوية الحمد لله عملنا خطوة للأمام معنا طحنا تعرف هذه معنا قصة معروفة في بلد من البلدان قال نو زيتيون او بور دو بريسيبيس و نو زافون في ان با اون افون. توا احنا اذا هل الاسلوب هذايا كله خيان اللي يعملوا في السياسة في تونس ولا في الامور الاجتماعية راهي الشعبوية هذه متاع معناها اللي قائمة سمحوني في الكلمة على الصياح والصراخ وعلى التغويث معناها هذه 4 سنوات راهي نجرة الدولة.
يلزم في الحكومة الناس تحمل مسؤولياتها وتطبق القانون ويلزم تصرح الناس، لكن في نفس الوقت تحكي معه. أنا ضد أنك تهبط عليهم بالعصي، طبعا يلزمك تحكي معه، لكن القانون يلزم يكون موجود ويلزم يطبق. لكن بشكل عام المسألة الثانية، كان هذا يلزم وراه ويلزم زاد أجرات كبيرة في مو في أمور أخرين. راه تعرف ثم منهجية الدومينو، ساعات باش تضرب باش توصل الحاجة يلزمك توصل تمشي تعمل حاجة في مكان آخر. مثلا تحب تخلي الناس تحترم القانون في تونس، اعطيني الاجراءات الكبرى حول الفساد اللي استنوا فيها واعطيني القبض على الفاسدين اللي حكينا عليهم. وينهم هالفاسدين اللي قلنا في الشهر الاول ماشي نشدوهم وماشي نوريه ونعطيه عبرة من يعتبر للتوانسه وقال عملنا الخطب الناريه على الفاسدين؟ سمعتوش بواحد كبير معناه متهم بالفساد تم القبض عليه اخيرا مثلا؟ ما هو خاطر رورد بالكم راه ثم برشا حوايج مربوطه ببعضها. ما هو ذاك توري الدوله تطبق في القانون بشويه بشويه، تولي ثم احساس عام انه كيما صار على مستوى الفوق راهو بشويه بشويه مش يصير على مستوى اخر. وهنا نحب نرجع لموضوع الصورة الجهوي. تو مثلا كنت في الشاب، شو يقولوا جماعة الشاب؟ نعطيك مثال خاطر أنا كلمت سي وزير الفلاحة، قلت له كان الموضوع هذا ما نحلوش راهو عندنا موضوع آخر مش يكون بنفس الحدة الموضوع في قرقر. ثماش حد هبط معناها تو كان أخيرا برك بعد هبطوا لهم جماعة باش يحلوا المشاكل نتاعها. أنت إذا كانك على المستوى الجهوي ما ثماش قدرة لحل المشاكل، يا سيدي وازي الجهوي بوفود من السلطة المركزية من الحكومة. إذا كان الوالي تبع حزب والمعتمد الأول تبع حزب والمعتمد واحد معتمد تلقى حتى هو داخل في بعض المواضيع، مثلا لو ثم عركة بين الشرافي وما بين الصيد الساحلي في الشابة، جماعة الشرافي صاروا في برشا فلوس ربي يزيدهم ومهم نشجعوا الناس يخلقوا الثروة، لكن مش على حساب جماعة الصيد الساحلي. يوليو الجماعة عندهم الفلوس متاع الشرافي أثروا على الصورات الجهوية زادة في الشابة، ما تولي مشكلة. يولي يحس البحار، يحس البحار أنه ما عادش ثم قانون ولا ما عادش في بلاد يمكن يحترم فيها حقه. أنا ما ننساش البحار اللي شفته في وسط المينا متاع الشاب، والتوك مش نتكلم اكيد مش عارف نفسه، جاب قفه صغيره دوم مروح من الواحد، قفه صغيره فيها اربع حوتات ليجم يتقلاو وليجم يتشواو على خاطر الشرافي يسكروا على دخول الحوت الى الصيد الساحلي. قال لي شوف، وظهر انه هو مشاش يدرس وما تعلمش حتى القفه هذه، قال لي شفت انا اش نجمت نصور خاطر معناها تسكرت الحوت علينا معناها في الشابه. قلت له ماني شو طالب انت؟ كنت متصور انه مش يقول لي راه طالب اعانه ومسانده واعطيني شويه كذا. قال لي حاجه برك، طبقوا القانون في هذه البلاد لانه قوانين. ما هذه المشكله؟ تعيناتكم الناس اللي تحكموا، تعيناتكم هذه تعيناتكم المسؤولين الجهويين. مع احترامي لضمير الجمع اللي استعملته اللي بعنوان هم، معناها انتم وتحكموا وانا مش قاعد معكم. هاك تساند في الحكومه تساند وسندنا الحكومه، قلنا لها نسندك بتحفظ، وخرجت انا قلت اعتبروه تصويت بالسورسي. سورسي لا هكا لا هكا، لا سراح لا ايدانا، حكم سورسي. قلنا لكم سندناكم، توسمنا الخير انه البلاد ما تحتملش انه نكونوا على حافه الهاويه نعملوا ان باون افون، حبيناهم يعملوا الناس الكل ان باون اريير. سندناهم وقلنا لهم رحنا مش نكونوا موقفنا موقف نقدي وقت يلزم، ومش نحاولوا ندفعوكم بالنصيحه اولا لاعتبار انه ما هيش واقع البلاد سهل. زاد راهي المعارضه مش سهله، المعارضه مش معناها راهو نمشي بالمكان نقول لا. المعارضه لازم عندك مقترحات ولازم عندك قدره على التنفيذ ولازم عندك قدره على غيره وكذا باش تعمل تدعو على السلطه. احنا شنو جينا حبينا نكون موقفنا موقف مسؤول وجاد، ننصحوكم وقت ما يلزم، نساندوكم في تطفير في الاشياء اللي تقولتوا عليها. قلنا مش ساندوا القانون، طبقوا القانون، نحبوا طبقوا القانون. قلنا مش كافوا الفساد، نحبوا الفساد. مش نستحفظوا على الموجود في الاستثمار ونزيدوا استثمار واحد اخر، يا اخي قاعدين نخسروا فيه. مش نحاولوا نبعدوا الحياة السياسية والحكومية على الترهات الحزبية. احنا قاعدين نشوفوا انه الطريق هذايا مازالت مش ماشي فيه الحكومة كما يجب. هلا لحد الان ما زلنا ننصح ونوجه ونلفت الانتباه، لكن في وقت من الاوقات اذا كان الامور ما وصلتش الى مستوى انه نشوفوا في نتائج والسياسة تحب نتائج، فمش يكون موقفنا موقف.